لاباس بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم معكم بانكيك بسيط بزاف بطريقة سهلة. كنحتاجو المقادير: واحد بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 4 معالق السكر، 4 معالق الزيت، وكأس الحليب، وكأس ونصف دو الطحين، واحد الخمارة 7 غرام، والفاني. صافي، هادشي اللي كنحتاجو، وقبيصة الملح كما دائما كنقول لكم. صافي، هادو هما المقادير اللي غنحتاجو. الكاكاو غادي بقاو معايا، غادي نوريكم فيه غادي نعدلو ان شاء الله يا ربي. بسم الله، نبدأ على بركة الله. بسم الله، طريقة سهلة. نخلطو البيضات كي كيكونو بدرجة حرارة الغرفة كما كنقولكم دائما، قبيصة مليحة نتعزيز الذوق. صافي، غادي نزيد السكر، يعني متزيد متحطيش فيه مجهود. غادي نزيد السكر الفاني مع السكر. هاد الوصفات كيكونو ساهلين، كيتوجدو ليا، يعني يكون جاو عندك شي واحد محتارة شنو نعمل لكوتي نوض. هادو هما كيجيو ساهلين. نتمنى الوصفات اللي كنقدم لكم يعجبوكم. صافي، الحليب هذا بارد. يعني ما كديش شي وقت طويل. الطحين غربلناه كما قلت لكم، كاس ونصف دقيق. غادي نزيدو معاه ديك الخميره. الخميره انا عندي طريه، ما نحتاجش نغربلها، ثم اذا كنتو شاكين فيها فغربلوها. هانتوما شفتو معايا القوام ديالها كيفاش كيجي. كنخلطو مزيان حتى هادكو المقادير يتجانسو مع بعضياتو. القوام ديالها كيفاش كيجي. صافي، ننتقلو لطريقة التحضير. الكاكاو ديالنا هو هذا، غادي نزيدلو شوية الخليط اللي عملنا. هدا غادي نقوم بالتزيين ديالو، غادي نزين به بانكيك ديالي. المهم الكمية اللي غادي تكفيكم باش نزينو. المهم هيا غادي نخلطها مزيان، وغادي نوريكم كيفاش غادي نعملها. هو الخليط ديالنا من بعد ما وجد، هالشكل ديالو كيفاش كيجي. كنسهل الخدمه ليا، غادي نعدل في هاد الجيب الحلواني. نتوما تقدروا تعدلوها غير بالمعلقه فماشي مشكل. صافي، صافي، غادي ننتقلوا لمرحلة الطهي. كنحتاجو المقلة غير لصيقة. صافي، ناخدو ديك الخليط اللي كنا عملناه بالكاكاو، كنشكلو اي شكل اللي بغيتو. انا عملت هنايا قليب، وكنزيدو عليه الخليط ياخو اللي بيض. صافي، كنتوما كتشوفو معنا في الصور، كيبقى حتى كيطيب وكيظهر فيه فقاعات كنقلبوه وصافي. وعلى النار مهي لا كتكون. هو البانكيك ديالنا بعد ما وجد كيجي مزيون. انا شكلته على هالطريقه هذه،
عملت قليب وريضه، وكاين اللي خليته حسبي. تقدروا توجدوهم لعيد ميلادات، كيجي مزيون عاد له صغير. وصافي، نتمنى الوصفه تعجبكم وتعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه ديالي، والى فيديو اخر ان شاء الله.